هلا والله شباب بنات، معكم هاني، واليوم رح احكي لكم فيديو جديد عن لعبة راست بسيرفر اليوتيوبرز جديد. شباب، هاي السيرفر فتحه محمود مع المتابعين، فحاليا انا دخلت متأخر على السيرفر. رح احكي لكم اليوم فكرة جدا حلوة بس ما رح احكي لكم اياها هلا. وحاليا انا قريب على بيت روج، فوطي وطي راسك قبل نشوفه. هاي قسما بالله شباب، المنطقة اسطوري. انا بس شفت على السريع وبعدين رجعت، فحبيت فرجيكم اياها. شوف الجبل ورا الروج، طبعا بيكون بسابع نومي هلا. شباب شوفوا لي الاطلاله وشوفوا ايش قد في عالم. مين هاي؟ لك هاي اللي بتابعنا مالك؟ لا 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 بلا الام في 5 والله المنطقه رهيبه، قسما بالله رهيبه. هلا ابو سميل، بتشرفنا ايمت ما كنت حبيبي، نورت بيتك. اقول لك حبيبي، هلا هاي مطعم روج ولا شو هاي؟ هاي مو مطعم، هاي بيت، واي واحد بده يجي تمام يشوي حركات برا جوعان بيحط اللحمه وبياكل وبيمشي. انا جوعان حبيبي، ما عندي لحمه. اللي يا عمي بنطعميك لحمه كفو. شو عليك فوتنا؟ بتامن وصلت مطعم يا عمي. ما بتامن يعني؟ لا لا بامن خلاص، ما كفو ما في شيء من واجبك بس حبيبي. قول لي لا ما حركات سيمي وحركات شال فورا سلح الزلمه. شو هاي؟ يلا افتح لي افتح لي، بدي اروح لحق صور. روح بدك تروح تعمل حفله شو يعني؟ تحضر 100 بالبيت عادي. ما اخذ غير روكيت سي 4 وحركات. لا لا عاشت ايدك والله، خفيفة ايدك. ها مو حسيت شي؟ لا ما حسيت بس شفت معي. طيب جيب خشب، جيب اللحمة معي. معي لحمة، معي لحمة. يلا روح كفو. طيب هي هي، عرفنا على جيرانك، مين هو؟ هذا ابو راس مربع، ما بعرفه. هاي ابو راس مربع، تعال ريدو. لا والله هذا كمان شخص طيب، امبارح ساعدني كذا شغلة. بالله اعلمك خطة كيف تبدأ بقوة. أنا لما أجيت شايف هدول البيوت اللي هناك، هون ما كان موجود السيشي بهذا الطرف تمام؟ رحت على بيت بيت، شحفت شوي شوي. ما هاي عبيت فول إبنتوري ورجعت. لا ما بيصير روج، هاي غش. لك شو غش يا عمي؟ الناس بدها تتصدق تعطيني عيدية حركات، شو غش ما غش؟ حبيبي غش هاي. هاي طيب تصدق علي لنشوف. خليك مثل الناس. شو تصدق عليك؟ روح فوجي باثنين جاكامر ترون فري مروج. ما في اثنين جاكامر، بس بجيب لك سكراب نشتري جاكامر. شو ولك غير انت اسطورة حبيبي. فجرة ماي يافو. وين تشتري جاكامر؟ ها هون هون تا. ثاني طالع ثاني طالع. وينك؟ تعال هون. وينك يا معود؟ وينك يا عمي؟ هاي هاي. لا عم مين هذا؟ لا عم مين هذا؟ الو مين هاني؟ هذا هاني؟ مين هاني؟ هاني هذا انت؟ هاني هذا انت؟ هاني اعطينا لو فيول يا اخي، اعطينا صدق علينا. اخذ بالعافيه عليك. والله كفو والله كفو والله. خذ هاي هديه مني. خذ خذ. لا والله عاش، اعطيت لك هديه. ليه؟ شو شو عامل فكرة انت يا غالي؟ شو عامل فكرة؟ طفي هاي ازعجنا. رح ابني مطعم. اعمل حطب ومطعم حجر. بدك تطعمينا فيه باجة؟ بلاش. ولك عاش. خلاص كان احسن. في دولمة هاي الشغلات هاي ولا لا؟ كل شي فيه. كل شيء. لك احسب حسابنا اليوم، المسب وجبتين هيك، وجبتين هيك. نتعيد فيهم، تعيد فيهم تمام؟ تمام. يلا حبيب القلب. حبيبي والله حبيبي. هاني. اوه هاني شوفون هاني. والله اوه شيت. نزل. اوه ماي جاد نزل يا انا عمي. انا كبداية ما بدي غير ستون، انت شو بدها؟ انا ما بدي كمان غير ستون. وات ذا فاك رو. لا تفجره والله بتم. لا شو متفجره ما تفجره. ما شباب حاليا راح نبلش تجميع، راح انا قص كل هاي اللقطات يعني سرعة بالمونتاج وبنرجع لكم بعد التجميع.
هلا الشباب بيعرفوا ان احنا حاليا عم نصور لهم 6 الصبح. لا والله ما بيعرفوا. شنو هاي ابو الفيول يعطينا شوي؟ يلا اشتري هاني. هلا شوف انا ما معي ولا محل مساحة فاضل، حلو؟ ايه بشتريها بكون طلع الساك واحد. عرفت؟ شلون يعني؟ دقيقة، خليني اشتري مار. اش وين ببني يا روش برايا؟ هاني في هاي الضفة شوف. طلعني على راس الجبل ابني. هون هون. بقى ليه الفيول اسا بالطيارة لو؟ ايه تعال بس نطلع نشوف المنظر من فوق بالله. هلا هلا يمكن اجى ابني هون، بس تعال نشوف المنظر من فوق. الله يجيدك. اوه شوف لي الاطلالة. والله هون هون ببني هون رو هون هون بهي. تمام شو رأيك؟ حلو والله بهاي النقطة. هلا بس هيك بيت انا انزل لتحت؟ ايه انزل. شباب حاليا راح ابني بيت بهي المنطقة الاسطورية بس. اوه انكسر المنطقة. راح ابنيه بس مؤقتا لان بيت بدي ابنيه الاساسي اسطوري بمعنى الكلمة. فهلا راح تشوفوه هنا. خليت اي سي تنصنع عادة. اوكي صار معنا بيس. خلونا نحط الدي سي هنا وخلينا نفضي هالموارد ونلغي كل هالدي سيات. ليتس جو. شباب حاليا الخطة بس يخلص البيت اللي راح اعمله راح روح فرم سكراب جيب طيارة اله جيب كومبوني سكراب هنا محتاج شوية موارد وبس يصير معي كل هالامور جاهزة راح انتقل على المكان بدي ابني فيه البيس الرئيسي الفكرة تبع المقطع هنا. فاوكي بترككم مع المقطع. ايه كبي. ايه هاني خلصت؟ ايه بس ما اصنع قفول وهيك حطهم على البيت. انا بدي اجمع خشب. تمام يب. ولك تعال شوف البيت اللي بنيته الاطلالة منه رو. لا مرة اسطوري يعني. بربك اطلع وشوف. انت بالشباك؟ لا ما في حدا. هاي روح. هلا ابو سمير. هلا ابو سمير. لك هلا بالحبيب. ادخل. سلام عليكم. لك هلا بالحبيب. والله شوف لك. شو هاي الاطلالة؟ بربك. هاي الاطلالة اسطورية. والله مو بيت رهيب. والله بيت مرة رهيب اسطوري يا عمي. حبيبي. مشي نزل مشي. عم تعمل. لا انا الصراحة يعني الصراحة الوضع ليل يعني وانا بخاف اطلع بالليل. ايه بريش حاليا لا انا بدي بلش تجميع فبدي اخذ من عندك كم شغلة يعني الصراحة. تمام تعال خذ بيت. بس الله نجاك. ها ما تروح ترجع لي السمي. بستنا السمي برجع لك بس خليني احمي حالي هلا. تمام كفو. قول لي افتح مو من هون من هون ما بدي شغل. لاش ليش فتحتوها؟ يلا بقفلو. شو كان بدي دقيقة شوي. شفت قديش انا متعذب باللوت هاني؟ والله عندك لو. روج احزر شو بدي من عندك؟ اللي بدي اخذ السالفجد. اوكي شو السالفجد؟ هاي السالفجد خذه خذه. تمام هاي دقيقة شوف اذا بدي شيء ثاني. شو كان بدي شو قلت له؟ ما قلت لي شيء قلت لي بس بدي اخذ السالفجد. طيب انت محتاج السكراب اللي عندك ولا لا؟ والله محتاجه هاني بتعرف ليش؟ شوف مو الميتين مو الميتين هوت قديش بدك؟ هون في 95 كانوا بدك 100 خود بعطيك كفو. انا والله خود بعطيك 115 شيل. قول لي محتاجه بتعرف ليش؟ بدي ابني ليفل 3 طول. بترك لك اياهم لك ارو. لا لا خذهم خلص خذهم هذا ما فيني روج انا زعل. اوكي شباب حاليا لازم فرم شويه موارد شويه سكراب لنبلش بخططنا الاسطوري. يا رب يكون الحصان دمه كويس. طيب شباب شو رايكم؟ راح روش؟ اي والله راح. اذا تارك اللحمه وهي هون من طعمي للحصان. ليتس جو. نايس. والله دمه صار رهيب شباب. فحاليا اقرب شيء عندنا الترين يارد. لازم نروح على الترين يارد. خلينا نضب السلاح لان هاي مو ناوي اخذ. بروح بلوي الترين يارد. وبعدها في سوبر ماركت وشوير بنش. والله اذا بعملهم بس لازمني كرت اخضر بلكي بلاقيه بالسوبر ماركت بيكون وضع جدا اسطورة.
او شباب في صوت يار دروب، ان شاء الله تشلحوا قريب والله العظيم. بس اذا بخسر مواردي لان في اشتباكات على الدروب. نايس. شو صار معيك؟ لازم اجيب حصاني باسرع وقت. او شيت قريب. ليتس جو. منيح المقاسيمي. نايس. لاحق. او هاي الكرت الاخضر. نايس. والله اذا بلاحق دوي بهلا بيكون شيء جدا اكبر. او كفى. اوكي. الدروب راح ينزل. يا ساتر. عرض اختك انهض. الزلمة يجي شباب. What the fuck. ما في حدا. خلوني لاحق اخده واطفر. يا رب يطلع لنا شي حلو. يا رب. اوه شيت. والله سلاح رهيب. وينه؟ شو بدي كب؟ شو بدي كب؟ خلوني البس هاو شباب. اوكي هاي الدرع هاي والكف. ليتس جو. صرنا كير كامل. كل هاي هات الباقيات. لقم الهي شباب. حاليا منرجع الهي لروش بدون يا منرجع له السيمي. ما بقاتنا بحاجته. صار معنا سلاح. ما معه ابري الشديد. تمام وسمين. القيت فيوز قسما بالله. القيت والله. حبيبي يلا سيو. سيو شباب. قسما بالله هاي اهم شيء لقيته حاليا. بس شو بدي كب يا اخي بلا شباب. حاليا راح اطلع السوير بنش لهون، بعدين راح اطلع الوتر يعني بجيب الازرق والاحمر اذا ما حملوتهم طبعا. راح نتاكد هلا لان في يعني كم شخص عم يلعبوا من السيرفر مع انه فايتين بكير كثير. يعني استغربت انه في عالم. فان شاء الله يعني. اوكي شباب هاي الكرت الازرق صار معنا. فحاليا بنتجه على الووتر ومنجيب الاحمر ومنروح بقى نبلش بناء البيس لان صار معي موارد جدا خرافة. ليتس جو. صدق ضم السيارة 64 هاني بس هيك ضمه هاني. دم الطيارة. دم الطيارة. دم تبع 64. لازم نروح على البيت. بربك 64. اي والله. خرب يومه. كرت احمر ايزي. ليتس جو. شباب بعد ساعات من التجميع شوفوا شو طلع معي موارد جدا اسطورية. فعليا لازم اشتري الطيارة وروح على البيت اللي بنيته. هد بيت روج تقريبا هون بهي المنطقة. وبعدين نروح نبدا بيتنا الاسطوره. فاعطوني طياره. طبعا انا راح اقص عليكم كل هالشغلات يعني هود كلهم مره اعرضهم. النقل بالطريق وهيك بعدين لنوصل على البيس بعرض لكم البيس يعني كيف هاي. فليتس جو. هاي 750. اوكي شباب وصلت على المنطقه واخيرا وانقلت كومه موارد. فحاليا شوفوا معي هون كومه ستون وخشب اللي جمعته من شوي. والمنطقة مثل ما بتشوفوا قدام الاويل. واول مرة ببني بهيك منطقة قسم لا خرافية. يعني انا اول شيء ما كنت متوقع بينبنى هون. فشوفوا معي كمان هون الصخرة فيني ابني بيت للقوارب. فيني ظبط وضع ال 24. فحاليا راح ابني تصميم بيت سولو بنكر مثل ما قلت لكم عليه. فراح نبلش. ليتس جو. البيت شباب جدا اسطوري. البيت جدا اسطوري. فما راح اسرع اللقطات لاول مره. ما راح اسرع لقطات البناء
لا نقلتوا لي يا هاني ترك لنا اللقطات فا اوكي خلونا نتسلى هلق هون. طبعا شباب انا يعني شبه ما تعلموا معكم للتصميم ماني من قبل يعني محترفه او شيء عرفت كيف كأنه بدنا تيسي اصنع لتيسي ما بعرف اذا صنع تيسي انا اصلا فحاليا هي هو البيت هلا بس صنع تيسي فرجيكم الوضع خلوني اطور هلا مبدئيا اوكي لان هو كل شيء واسخ من اللي بنيته هون ميبلي اوكي وهون راح يتسكر طبعا دي سي اوكي نايس موقع دي سي حاليا خلوني اجيب صندوقين وكان فاير مشان انهي عندي الدي سي والله البيت رهيب شباب البيت رهيب يعني انتو فيكم تبلشوا فيه شوي شوي اذا مو مشجعين موارد يعني لاعطيكم مثال مثلا هلا هون في صندوقين في هاي اعطيني كان فاير واعطيني هاي دبل دور معنا شباب يعني لنفترض انتو راح تبلشوا فيه بس 2 باي 1 اوكي بكل رياحة تعملوا هيك هوني كمان بتحطوا هذا اوكي بتطوروا كمان هون بتحطوا دبل دور نايس نايس فهون شو بنحط شباب هون بنحط صندوق وهون لازم يساع معنا صندوق ثاني يلا بحياة اختك نايس كفو والكام فاير بنحطه هون اوكي هلا هون شو بنبني شباب بنبني مثلث ومنطوره هاو فيني اخذ صندوق البدية ايزي وهاي كمان فيني شغله ايزي فكمان مشان نكسب مساحة هون بنبني هذا المثلث منطوره كمان هون بينحط مع الصناديق على بجيبهم وفرجيكم كيف الوضع فهون مثل ما قلت لكم لنفترض ما معكم موارد كثير خالصة البيت صار إلتون هون كمان السرير بتحطوا مثلث هون والسرير عليه بس هلا ما راح احطه لان بدي احط الصناديق هون فخلونا نتجه نحو الصناديق نجيبهم ونكفي بناء البيت طبعا شباب هذا البيت بنكر راح يكون عرفتوا كيف؟ يعني حمايته جدا خرافي مش الحق ليتس جو كان فاير بنحطها لا مستحيل يسب فهون كمان كسبنا 4 صناديق شباب الوضع جدا لوس ولازم اصنع صندوقين ثانيات مشان نحطهم هون هي منطورة والاربع صناديق كمان من لوتون ايزي من هون هي واحد هي اثنين هي ثلاثة وهاي الرابع اوكي سريرة خلونا نحطه هون يعني شباب الحلاوة بهالبس انه حماية كتير حلوة موارد قليلة ومساحة جدا كبيرة عرفت كيف؟ فيب خلونا نكمل تصميم البيس هون كيف كان تصميم والله نسيت هي اذا قلنا البنكر هون راح يكون البنكر شباب هون راح يكون سنجل دور وهون راح يكون هيك وهون راح نحط طلع على السطح فان احنا راح نكبره اوكي خلونا نطور هون نايس هون ليش مو مسكر لحد الان اوكي جايز هلا هون طلع السطح فاذا هيك هيك او كله راح يتسكر هون وهون وخليني دقيقه بدي اعمل شغله هلا هون راح يكون هيك يب الوضع لوس هاي ما بدي وهي هون كمان نكسب محل زيادة فحط لي الفرن وين الفرن ما جبته بنجيبه ايزي السطح لبين ما نجيب ليدر هاتش او شي معنا السطح هون ما كملنا طبعا شباب هلا بس راح سكر عادي هنا اوكي وين دبل دور هاي كله خالص فمننزل لتحت هون كمان قلنا بنحط صندوقين بس هلا خليني احط كل الصناديق بالغرفة هون ادخل يا سمسم نايس هاي واحد
وهي الثاني. الافران هون بنحطه. نايس. الباب خلونا نسكر بيتنا. اوكي صندوقين المعنى نحطهم هون. هلا هون في شغله نسيت ابنيه الصراحه. اوكي هاي صندوق وهاي صندوق. نايس. فالبيت صار شبه جاهز. خلونا نحط الموارد وجيب الطيارة على سطح البيت. شباب البيس خالص طبعا بيتطور مع الوقت، بس كموارد بدائي يعني الصراحة ما صرفت كثير موارد عليه. وموقعه جدا رهيب، هون ما حد بيوصل لك، تجي بقارب تجي بطيارة بتظبط وضعك. والاويل قريبة، فيك تعمل كاونتر، فيك بس يخلصوا تجيب لنا موارد. هي جدا حركة مفيدة لك، بتجيب بس ناضور. رجمي حكيني هلا برد علي، بس كفي لكم هاي. فشباب هاي هو البيت. البيت معنا هون الافران، هون بنسكره. هون بنكار. شو فائدة البنكار؟ بتسكره مثلا طور هاي. اوكي الزلمة يفوت له. خلص هون بطور كله. هاي كواليتي 2x2، بس صار معي موارد طبعا. الوضع لوز يب. وانا هاي بطوره خشب، يعني للي ما بيعرف شو البنكر، وبكسره بايزي يعني ما بدش. فا اوكي شباب هون معنا كمان صندوقين بيساعد هون صناديق. والغرفة الرئيسية شوفوا اربع صناديق هون، وسرير، وصندوقين هون، وصندوقين هون كمان تي سي وكان فاير. فبتمنى يكون عاجبكم البيت يعني، وتقيموا لي اياه شو رايكم البيت. واذا بتحبوا هيك الفكرة يعني بعملكم تصاميم تاني. فهلق لازم نشوف ردة فعل الشباب على البيت وندعيهم. ايه ثاني شيكم. ايه لك بس ستة. سلام عليكم. سلام عليكم. هلا بالشباب، بس ما حط الباب وجايكم. تمام. بس لا اطلع من الحمام شباب. بس لحط حجاب. يلا شباب. اول شو هاي اسلحة وما اسلحة؟ خلوت خلوت شباب. انا جاي بالبوك كثير محترم. ثواني والله خايف انزل قسما. لا لا ما في ما في شوت جن تراب والله. والله ما في. والله انا والله خايف. روش هاي بنكر هاي. هاي بنكر مو؟ يب سكة. لا اسطورية دخلت افتح هذا الباب كمان. مو ها؟ يا اخي احرق شيء يا اخي. شو بدنا نسرق هنا؟ عما والله هون طلع على السطح. وهون صناديق. اوكي. قسما بالله بيت حلو. هون بحط الورك بنش. اوكي. يلا بتحط الورك بنش هون بحطه فوتو لهون. شوف هون اربع صناديق تحت السري. هذا طاس مي معك طول عمرك تبني. شوفوا لي هون كمان. والله اسطوري قسما بالله بيتك اسطوري. ربك ما حلو التصميم. والله اسطوري حبيبي والله. تصميم من باب الشرج. هاي امبارح تعلمته الصراحة. والله بدها تعليم يعني. على طول انت طول عمرك تبني من وقت ما بعرفك تبني. لا بس ما كنت ابني بهالاحترافية. لا تقلع. تمام افتح الباب. يب. شباب ضبوا اغراضكم. يعني شو بتقيم بيتنا 10 روش؟ لا شوي. والله انا بقيمه بتعرف ثواني اشوف السطح. هو لازم يكون في حماية هون هاني. ايه طيب. لا انا هاي بس بداية. شفت خطة ايه. بالتي سي 1500 ستون بس. خيا. والله والله نايس. والله. تحت تحت تي سي بس بشوفها. بدك تشفط منا. افتح. لا بس بدي اشوف، بس بدي اشوف يا اخي، ما بدي اشفط شيء. رجع لو فيول. رجع بني رجع لو فيول. اوه شو هالتصميم ولك رجع شو هاي؟ هاني فتل 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 بتشوف فيني هاني فتل منيح الباب مفتوح من وراها، فهمت شنو؟ ايوه تعال افتح لنا هون هسه بدك اصلا ليش قافلون لهالبواب؟ ها؟ ليش قافلون؟ اوه لازم لازم تعال هاني تعال. اولي شو هاي لك رو؟ نورتنا تي سي سكر عليها. شو هاي؟ مقفولة؟ مقفولة تفضل. اوه يعني شيت. لا اطلع معي لطابق اللي فوق. اطلع والله رهيب والله التصميم. اطلع 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 لاعلى طابق. ايه هون هون انا هون وين هذا مو اعلى طابق. ارجع انت وات ذا فاك والله حلو ها. لا 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 والله شيء اسطوري.
وهني. الو نفجر طيارتك هاني صحيح توايا بتحرق ام الهي بالعيون بس لا الو تعال بدنا نشوف اول مواجهه بينك وبين باري. هاي بيت مين هالقلعه لها؟ اي قلعه هاي هون مضواي ما صار في حدا ما بنيها بناها هلا بس دمي اقل من مي ما هي ما في كيف كيف العزف شباب؟ تعال تعال اضربك والله العظيم انا خايف اضربك فكرت في ريد زون ها اعطيني كلوتك اعطيني كلوتك مو ما علقت بالكرسي اعطيني كلوتك لك ليش بصلتك محروقه يا رب بطل تارك هاني هاني خلاص بعطيك بعدين بعطيك هديه يلا يا اخي يلا 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 اوكي بسم الله ارجع ارجع لورا ارجع ارجع خرب اوكي يا شباب نبدا اليوم مباراه قتاليه حماسيه بين هاني وباريومي المباراه مره باريو يا شباب يا اخي باريو لا لا باريو خلاص باريو لا باريو وهنوشي المباراه هنوشي هاني والله بالله يا عمي شباب يا مباراة بين هاني وباريو مباراة مرة ايوه هيك لاحظ شو اللي راح يصير والفائز ان شاء الله بيحصل جائزة كمان الشخصين نيكد وبس مع الروك شباب الضرب راح يكون بالروك وعلى لا شباب نبدا المباراة الضرب راح يكون ضرب اصحاب هاني هاني تقدم ضربني هيك باريو ضرب هاني عم يحاول يتقدم اوه اوه لا ضرب بنك هاني بنك بينكي ألف طرفين شباب الاثنين مدمجين والله مبنك هذا باريو باريو يتحجج كالعاده انه مبنك ما سنصيبه لا لا ثلاث ضربات ورا بعض شباب هاني 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 باي. هاني باريو لا باريو لا لا وزن ممنوع هاني ممنوع هاني هاني ممنوع تعال على حلبي هاني دمي شباب صور صور الجوله الاولى صلصه هاني يهرب هاني يهرب اطلع برات القاعة شباب الحقون القتال صار برات القاعة اصبر ماريو خليه يعطيني فرصة هاني هاني لازم ترجع هاني يلا برجع برجع والله برجع بس دمي قليل يا اخي لو دمك قليل هاني طب انا بينجا قالي مو احسن نصيبه يا رب باريو باريو ارجع لا تضربه باريو خليه يفوت على السلاح ليه شوف النص اوه ماي جاد اوه ماي جاد على الضرب روش مو محسوبة اوه ماي جاد عليه الطلاق مو محسوبة باريو باريو اعطيني باريو ها انزل ضدي باريو انزل شو انزل ضدي معت معي هي هلا بتشوفه تعال تعال ايزي اصلا تعال بدون يلا يلا واحد اثنين قول ليه خلك ايزي العمى عادي 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 كل عمى شو هذا متت انا لا لا بربك بربك متت بهالسرعة ولا ضربة ولا ضربة لا 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 هاني لا لا ما ضمنت فيه لا ما مو مو ما ينصاب قسم بالله مو ما ينصاب يا اخي قومني باري ما انت رسبه بعد ديد لا والله ماما قومني بربك قوي ما عندي فرصتك كان لازم نلعب هاي هاني قسم بالله لا ما يصير غدا ما يصير ايه جمجمتي يا كلب والله كان لازم نلعب روح روح بس اخ جمجمته روح هربني بسرعه دمي ثلاثه روح لا لا ليك ما عندي باك فاك يو لا اوكي شباب هاي كان كل شيء لمقطع اليوم بتمنى توصل المقطع 4000 لايك وتكتبوا لي بالتعليقات شو رايكم بالمقطع انا بلاقي جدا اسطوري وهي اللايك مع روش فاوكي شباب مع السلامه